اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، خوتي الاعزاء، نقدمكم هذه اللوحه. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم والاشتراكات ديالكم، مشكورين من هذا المنبر ودائما كنشكركم وجزيل الشكر، يعني كتدعمونا باللايكات والاشتراكات، يعني ناس مشكورين مشكورين، ناس محترمين، وانا فرحان بزاف بكم، يعني ناس طيبين. احنا يعني راك تشوف راه ايام ديال العواشر، هاد الشهر الله يدخلوا علينا بالخير علينا وعليكم، وما جي الشهر المعظم الله يدخلوا علينا بالصحة، والله يطولكم في العمر ديالكم، في الوالدين ديالكم، والله يعطيكم الجنة إن شاء الله. دخلوا في الموضوع خوتي العزاز، نقدمكم هذه اللوحة، اللوحة درناها في خيرنا، هاد اللوحة زوينين. أنا كنجيبكم يعني أنا كفنان كيعجبني يعني شي حاجة تكون مزيونة. شوف هاد الحجر يعني اللي درتو في البحر، وهاد اللوحة وهادي، وقلت علاش ما شاركاش مع الإخوان ديالي، الناس اللي كيتبعونا من العالم، ناس مشكورين، ناس طيبين، ناس يعني. قلت أنا هاد اللوحة يعني جات في واحد المنطقة، هاد البحور هادو وهادي، وأنا عزيز عليا البحر، هاد الركاز وهاد الطبيعة، ودائما غنجيبو الجديد. وما تنساوناش باللايكات والاشتراكات، جزاكم الله خيرا على هادشي اللي كديرو، وشكرا بزاف على التعليقات، على ديك الولد اللي ضاع، الوالدين ديالو، هادي يعني كنرتاحو هادي، وشافوا التعليقات ديالكم والهضره الطيبه، يعني شوف الهضره الطيبه يعني صدقه، ضحكة في وجه خوك يعني صدقه، غنمشي الحج العمره وهادي. الانسان غير شد كما قالت هاد الاخت، واحد الاخت هنا تبعها ديالنا، مراه طيبه يعني عندها شي جمعيه وهادي، يعني اعمال خيريه، يعني راه هذيك هي الجنه. الانسان الا بغى يدير اعمال خيريه راه هي الجنه، يعني عندك الانسان غيدي معاه شي حاجه، ما يدي الا العمل، يعني الانسان ما كيمشي كيدي الاعمال ديالو، يعني عندك عمل طيب غادي يعني الله سبحانه عز وجل غادي يجازيك على ديك العمل ديالك. يعني هاد كما قلنا مثلا نوقفوا مع هاد الشباب، الشباب اللي كيحرقوا كيجوا لهنا يعني، والناس اللي جاو لهنا وما عندهمش عائله، يعني خصنا نوقفوا معاهم، خصنا يعني ديروا هو هذا يعني خير، يعني واحد الولد ما كيخرج مراهق صغير كيبقى يعني هيدا في الزنقه البرد وهادي، وما جين يعني الايامات ديال الانسان يدير الخير ويدير هادي، يعني يتهلا في هاد الناس هادو. وخاصنا يعني هاد الشباب ما بقاوش يضيعوا هادي، وخصنا نشوفوا لهم الحقوق ديالهم. يعني كنعمل نداء للجمعيات، النقابات، السفارات، خاصهم يوقفوا مع هاد الناس هادو، هاد الناس هادو. بغينا نهضروا على هاد حوادث الشغل، عاود حوادث الشغل، يعني ضروري خصنا نهضروا فيهم، غندير واحد الفيديو خاص على هاد حوادث الشغل. يعني دائما كنجبر كاسو، دائما كنجبر كاسو، جدادي عاد مشيت لعند واحد المحاميه وهادي، كنجبر كاسو وكاسو وكاسو، يعني مشكل اخر كيضرب كيقطع وكيديروا عليهم هاد المؤامره، يعني هاد المطوات والمحامون وهذه، يعني خصنا ضروري نعملوا يعني الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا يعني واحد يعني كنديروا حنا غير توعيه، يعني حنا غير كنعملوا نصائح، نصائح يعني انت عارف على شي حاجات وهذه اخو، يعني انا نعرف يعني الحاجات ملي كتوقع عاد كتجبر مسائل صعيبة، الله يلطف إلا ضيعتي يداك ولا رجلك ولا عورتي، الله يلطف، كيبقاو كيتلاعبو وكيتفلاو عليك، يعني عرفتي هنا طلع باط مشي هنا، ولا ماكلشي واعي واعي، الإنسان خاصو يتواعى. نعملو هاد الفيديوهات يعني أي واحد يعني قالو حادثة كنواعي والعائلة ديالهم، يعني كاين واحد الغشمية لا في الأطفال ولا في الزوجة في الدار، يجي جي محامية، جي محامي، يجي شي واحد يقول لك فير مار أنا لا، يعني هادشي هذا ضروري حنا كنعملو التوعية. يعني شفت واحد الأخ هاد السيمانة هادي، مشيت لعند واحد المحامية عيطت لي قالت لي ودي كاين واحد الأخ وشتي يعني كيديرو، قالت لي شوف أشني كيديرو، أشني كيديرو، يعني لعبولو في القضية ديالو، من حادثة الشغل خطيرة بزاف، يعني ضيع يدو، يعني كسيدة صعيبة، وشني كيديرولو كيتلاعبوه، قالت لي شوف الفوق لتحت فوق تحت والو، يعني تا مكنتش هاد المحامي كنعرفو، إلا بغا شي واحد مثلا يتصل يكتب لي عندو مشكل حادثة شغل، عندك شي يعني شي واحد ضحك عليك، شي شركة خدمتي فيها ونتا عملتي حادثة وتفلاو عليك، يعني اتصل كتب لنا، نتصلوك يعني
حنا يعني هاد القناه جمعيه ده الشيء غنديروا لها جمعيه مثلا، يعني خيريه لهاد الناس هادو اللي يدير حادثه، اللي ضاع له ولده، اللي نعملوا نداءات، يعني الا كان شي ولد في شي بلاصه ضاع ولا شي واحد دار حادثه في الشغل يكتب لي اتصل بيا، نديروا معاه محاميه ثقه، نمشيو معاه للمحكمه مثلا في مكان هنا في اوروبا مثلا. يعني عندنا يعني محاميه مهمه، يعني احنا بغينا ندافعوا على هاد الشباب كيستغلوا من كل جهه. جاب لها الاوراق كيخدم بلا اوراق، وقع له شي حاجه يعني كينكره. يعني كما شفت انا مثلا كاين واحد الاخ يعني كنعرفو هنا في خيرونا في ميلاس، يعني دار حادثه قطع يدو، ملي قطع يدو الاصبع ديالو داوه هنا لواحد المحكمه هنايا، قالوا له انت علاش مشيتي تما، صافي خرجونيش. جينا ديناه لبرشلونه عملنا له هاد المحاميه هادي داتو البرقات اللي هنا كيتفلو، مشاو لبرشلونه عرفتي شنو داروا لورا، خلصوا له يعني باش يغنيه الله سبحانه، يعني ضيع يدو. وهذاك الشركه يعني شوف هنا شنو قالوا، شفتي كيلعبوا، قالوا انت شكون غالي انت ما عندكش الوراق علاش مشيتي خدمت تما، وإلا ما كانش عندك الوراق ودرتي حادثه راه عندك الوراق وعندك خلصه باش تغنيك انت والعائله ديالك، فهمتي فهمتي لا عرفتي ولا فهمتي، اش حنا كنواعيو الاخوان، هاد الاخوان اللي كيجيو لنا الوراق يخدموا، طحتي كنت في الفلاحه ولا هادي ما تجيش ديريك تمشي، ولا اتصل بينا ولا نشوفوا هاد المحاميه، يعني ما دخل نمشي دابا يقدروا يلعبوه. شفت واحد الاخ هنا في الاندلسيه كيدين نهار كيهضروا عليه، جا خور جا شي محامي سوري ولا ما عرف مين ولعبوا كيفاش كيضحكوا عليه، واخر بقى مسكين كوما مطيح حمق، ما ها الوالدين ديالو في المغرب شتو مالا كيهضروا خصهم يطلعوا ما يقدروش يمسك. يعني اش كنواعيو حنا الانسان تاجي صحيح عادي بحال يعني انت حافرها، ولكن النهار اللي طيحوا الجلا شي مواطع يعني ما تقدرش تتحرك، تبقى يعني كما ديك الولد ديال الاندلسي شتو اللي ظهروا ديك النهار، هنا غير كنمشيو بقى مسكين كوما ما كيعرف ما كيعقل ما والو. وانا هذيك حادثه ديال الطوموبيل ضرباته، وشوف الطوموبيل يعني هذيك الولد انا نعرف الحوادث كنعرف المحامون ديال الطوموبيل، وقع الانسان هيداك راه يعطيوه باش يشري عرفتي ولا يعيش هو العائله ديالو كامله. الا جبرت اللي دابا هو مسكين ما عندوش عائله، لعبوا له ضحكوا عليه داو ديك الفلوس بين محامون، راه هذاك عنده يعني كارثه ديال الفلوس. شحال الناس حنا درنا على القناة التوعية، حنا فنان رسام عندي كتشوف كنديرو الفن، ولكن مني أنا الخير ما خدمت في هاد برودوسيون دو ستران خيرية في المحكمة، وكيجيو كاسوس وبقينا كنبحثو. أنا يعني هاد القناة نديروها يعني كخيرية لهاد الناس هادو، هالأطفال اللي كيجيو، أنت ما عندكش ولور، دابا أنت إلا درتي تقدر تضرب تفرع، شحال الناس تقول آه باش ما يشبو، وإلا تضربتي في شي شركة وضمن الوراق ديالك وهاد وتشبر كما انا شفت هالولد هذا، دي تجربه وخبره كبيره، هالولد اللي ضرب يده قطع يده